أثناء متابعة قوات المسلحة الباسلة للمجموعات الإرهابية في المناشر بجوبر، تم العثور على مصنع المواد الكيماوية السامة. بواسل قواتنا يعثرون على وكر لتخزين وإنتاج المواد الكيماوية السامة، بعضها سعودي، في حي جوبر بريف دمشق. حرس الحدود العراقي يحبط محاولة تهريب أسلحة من العراق إلى سوريا، بينها صواريخ مضادة للدبابات. النيابة العامة المصرية تحقق مع مرسي وبعض قيادات الإخوان بتهم التحريض على قتل المتظاهرين والتخابر والإضرار بالاقتصاد. دعوات للإضراب العام والتظاهر غدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 رفضا لمصادقة الاحتلال على قانون برافر الاستيطاني. فترة أخبارنا الرئيسة، أهلا بكم. السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى من المركز الإخباري بدمشق لتفاصيل